الهمم ناقصة، والنفوس في المعاصي راقصة، ثم بعد ذلك يكون عندنا غرور وأن احنا أفضل ممن تقدم. لا والله، هم أفضل مننا علما وعقلا، وأفضل منا قربا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعجب، كل العجب اليوم من بعض الشباب الذين ينتقدون على السلف الصالحين ممن مضوا على صدق الوجهة مع الله وصدق الوجهة مع حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. أم الحداد قرت بعين النبي محمد فهو له من أحسن الأولاد، بماذا قرت به؟ يا بالتبجح العظيم، ما من سنة سنها النبي محمد إلا وأرجو أن أكون عملتها، ما من سنة إلا وسنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أن أكون قد عملتها. إلا تطويل الشعر هذا ما عمله الإمام الحداد، وهو الأحرص الناس على سنتنا. فيأتي اليوم شباب مغفلين يطولون شعرهم إلى هنا ويظن نفسهم على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما غرهم إبليس الخسيس. يأتي الشباب اليوم مساكين طيبين وأخيار، يخالفون طريقة السلف الصالح وسنة النبي المختار، من حيث يعتقدون أنهم على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من قالك بهذا يا أخي؟ وأخبث من هذا ما يفعل هذا في الأصابع هنا، إما من حنة أو ألوان نحو ذلك، حرام، لا يجوز، هذا تشبه بالنساء، ملعون من تشبه من الرجال بالنساء، ملعون على لسان الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. من علمك بهذا؟ سنة مبتلي بالمحرمات ما بالمكروهات، وقال بقى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مواظب على الوتر، ما هو مواظب على كثير من سنة، قال أنا أبغى سنة. انظر إلى هذا الإمام الحداد، قال ما من سنة سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو قد أكون قد عملتها، إلا الوفرة هذه ما أفعلها أبدا. لماذا؟ لأنها صارت شعار أهل الخنا، شعار أهل الفساد، شعار أهل الفسق، لهذا يتنبه. إلا لما كان في مرض الموت وللموت سكرات، وكان جلس زمن في الفراش، لما جاء يحلقون رأسه قال اتركوها، قال أرجو أن أكون حتى هذه السنة، أرجو أن أكون قد عملتها في آخر شيء، ما عاد بيظهر لأحد ولا بعد يخرج لأحد، وما هي إلا أيام حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى رضي الله تعالى عنه وقدس الله روحه. لكن الشباب اليوم ما ساكين، أنا يصبغ أصابعه ويصبغ شعره ويطول شعره ويتشبه بمن؟ تتشبه بالنساء يا أخي، والمتشبه بالنساء من الرجال ملعون على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمتشبه من النساء بالرجال ملعونة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت بغيت إيش أنت؟ بغيت الخير ولا بغيت الشر؟ بغيت البركة أو بغيت الهلكة؟ البركة في اتباع سنن من تقدم، ما بتحصل يعني كما قال حب علي حبشي في الإمام الحداد، وكل من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقادي، ما بتحصل قدوة أفضل من هذا الإمام العظيم الذي شهد له أهل الظاهر وأهل الباطن، شهد له الأوائل والأواخر بالفضل، بتحصل قدوة أعظم من هذا؟ اشرب مشربهم، ما تقول أنا أحبهم وأفعالك تخالف أفعالهم، أقوالك تخالف أقوالهم، تنتقد عليهم، إن اقتديت بهم وصلت إلى بر الأمان. فإذا احترت في أمر فلا تبقى في حيرة، لابد تخرج منها، تطلب مساعدة من غيرك، من أهل العلم وأهل العمل وأهل التقوى، أطلب نصيحة، هل هذا ما أنا عليه صح ولا لا؟ إذا أردت أن تسلك طريق أولئك الرجال، شاور واستفسر واسأل من سنده لأولئك الرجال، بيوصلك إليهم، بتصل وبتتصل، بيكون لأعمالك ثمرة وبركة، وبيصل في قلبك النور. غير ذلك فإنما تمشي في طريق الغرور. الله يسترنا بستره الجميل ولا يجعلنا من المغرورين.
ويجعل لنا نور في قلوبنا نفرق به بين الخير والشر، وبين خير الخيرين فنلزمه وشر الشرين فنجتنبه يا رب العالمين. هكذا كانت سيرة السلف الصالحين، لكنهم ضحكوا الناس علينا بأفعالهم وقال شو هؤلاء منكم، هؤلاء يقولون أنهم منكم ومع ذا مذهب سادة البعلوي وأفعالهم وأقوالهم تخالف طريقة السادة البعلوي مساكين. فأساءوا للسادة البعلوي وأساءوا لأهل البيت من حيث يظنون أنهم يحسنون الظن في أهل البيت.